الشكل بتاعها. لو احنا كان عندنا ادي شكل بتاع اللوس فانكشن بتاعتنا ما يس موس قوي، لا انا عندي هنا لوكال مينيما وانا عندي واحده ثانيه واحده ثالثه وهكذا، واحنا بنبقى بديل من هنا. لو انا خدت من هنا كده وماشي بجريد ديسنت هنزل كده خطوه 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 زي دول لغايه ما اوصل لهنا وهوصل للحاجه الثانيه كده. طب لو انا شغال ستوكاستيك باخد شويه سامبل بس واتغير كان عندي نويز. لو انت عندك نويز فكانك ممكن تلاقيك مثلا بدل ما تيجي تقع هنا في لوكال مينيما تنط وتوصل للمنطقه دي. دي الميزه بتاعت الاستوكاستيك جريد ديسنت، يعني في احتمال اكبر ما تقعش في اللوكال مينيما بتاعتك. الجراد سيلز اللي بقولها دي كانت بيست جراد سيلز سوليوشن هو ده. لكن لو ستوكاستيك كان انت عندك نويز بنسميها نويز داتا، يعني فجاه هتلاقيك نطيت لهنا نطيت لهنا نطيت لهنا احتمال اكبر توصل لهنا. لكن في كل الحالات نو جارانتي ان انت توصل دايما للاوبتيمال بتاعك سواء في الستوكاستيك او في العاديه. لكن النويز جراد ديسنت او الستوكاستيك جراد ديسنت في احتمال اكبر توصل للجلوبال مينيمم. تعالوا نرجع الكلام ده بسرعه تاني. هنا اهو. لو انا بتكلم على جريدنت ديسنت العاديه. كومبليت جريدينتس فيت اوبتيمالي. انا باخد كومبليت جريدينتس يعني بمر على كلهم بعد احسب جريدينتس مره واحده. الحاجه الثانيه اول تريننج سامبلز ار ذا ابسوليوت ريبريزنتيف بتاع الديستريبيوشن، يعني باخد كل تريننج سامبلز بتوعنا. الحاجه الثالثه سوتابل فور تراديشنال اوبتمايزيشن بروبلم. اللي هي العاديه خالص. الاسامبشن ان التست داتا ويل بي نو ديفرنت ذان ذا تريننج داتا، يعني انا بعتبر ان السامبل اللي عندي بتاعت التريننج شبيهه بالتريننج داتا اللي انا هتست عليها بعد كده، اللي هي المفروض هيشوفها عند اليوزر مش عندي انا. وطبعا الاسامبشن ده ولد يكون غلط، يعني انا عندي مثلا المينس داتا سيت، انا اعتبر دي هي اللي عندي وضرب السيستم عليها وبعتبر ان هو هيوصل صح. لكن لما يروح لليوزر بقى لو عنده داتا سيت شكلها مختلف او الداتا الحقيقيه مختلفه عن انا كنت دربت عليها هتحصل مشكله. الاستوكاستيك جريدنت ديسنت فكر فيها دايما ان هي جريدنت ديسنت بس نويزي. النويزي دايما لو اتعلم على حاجه نويزي هتدي له فرصه يطلع نتائج احسن لو شاف حاجه نويزي اللي هي زي الداتا هشوف عند العميل يعني. طب لو استوكاستيك بقى هي بريفيرد عن جريدنت ديسنت تعتبر زي ما قلنا ايبت نويزي. الموديل داز نوت اوفر فيت مش بيحفظ الداتا بالظبط لان هو كانه واخد نويزي داتا فدي احسن له بالنسبه لنا. والتريننج اوردر فاستر بيسرع كتير قوي على كنت همشي بالجريد ديسنت العاديه فدي الميزه بتاعتنا. طب السؤال بقى الميني باتش اخده كل قد ايه؟ يعني هل كل 10 سامبل كل 20 سامبل؟ البيست براكس بيقول لك اهو الباتش الواحد يكون طوله من 32 الى 256 وده بنسميه هايبر بارامتر. خليني برضو اوضح الحته الصغيره دي ان بتقابلنا احيانا الواحد مبقاش عارفها. في عندنا بارامترز، في عندنا هايبر بارامترز. البارامترز اللي هي بتاعه المودلز اللي انا بعمل لها تريننج ده ترينبل بارامترز. زي ما اقول مثلا والله عدد الويتس اللي عندي دول بارامتر. لكن هايبر بارامتر زي ايه؟ هايبر بارامتر اللي هي الاختيارات بتاعتك للموديل. يعني انا عاوز اخليه 3 لاير. التلاته ده بهايبر بارامتر، واحد اخليه 3 اخليه 4. الباتش سايز عاوز تاخده 10 عاوز تاخده 256 عاوز تاخده كام؟ ده بسميه هايبر بارامتر. وقف على ذلك. في حاجات تانية كده هنشوفها مع الوقت اقول لك دي هايبر بارامتر. هايبر بارامتر انا ما بعملهاش تريننج، انا اللي بختارها بنفسي. في ناس طبعا بتحاول تقول لك طب لو نقدر نجد اسلوب نختار احسن هايبر بارامتر ايه؟ بس الاصل عندنا في التريننج انا بترين الويتس، طلع الويتس بتاعت الموديل ايه؟ لكن الموديل بتاعنا فيه قد ايه عدد نيورونز؟ قد ايه لايرز؟ الباتش سايز بستخدمه قد ايه؟ كل دول هايبر بارامترز للموديل بتاعنا. عشان كده لو رجعنا تاني اهو احنا ده بنسميها هايبر بارامتر. احد حاجات هايبر بارامتر اللي هو الباتش سايز هيكون فيه كام سامبل. طب ها
هنا تخيل بقى دي داتا سيت بتتغير دايناميكالي مع التايم. زي ايه؟ تخيل لو انت مكان جوجل، جوجل الداتا اللي عندك كل يوم بتتغير، كل يوم ناس بترفع لك مليون كذا مليون صوره بيغيروا عن اللي عندك. طب انا عاوز اظبط التريننج بتاع الموديل بتاعي. تخيل كده لو احنا عندنا 100 مليون صورة training sample، وبعدين جيت انت قلت ده في مليون صورة جم جداد، هيبقوا 100 مليون واحد، 101 مليون. لو انت كنت شغال gradient descent العادية هتمر على 101 مليون صورة وبعدها تتشينج الويت. يبقى كده هل تفتكر المليون صورة دول هيأثروا او في التشينج بتاع الويت عن المئة مليون صورة القدام؟ غالبا لا، فرقهم قليل قوي، لان المئة مليون هيغلبوا، عددهم كبير وانت بتبني عليهم كلهم مرة واحدة. وبالتالي الموديل لو شاف صور جديدة بتوع السنة دي هم في المليون صورة الجديدة دول، الموديل مش هيتحسن قوي بيه. في السيرش انجن مش هيتاثر قوي بالصور الجديده، لان هو تدخله مع القدام معتبره كلهم حاجه واحده. لكن لو انت شغال ستوكاستيك جريدينت ديسنت، انا بختار الباتشز بتاعتي واترن بيها. لو انا خدت الباتش الاولاني من دول بس هيعملوا تحسين في الويت، خدت الباتش الثاني برضو من دول تحسين في الويت، خدت شويه من القدام. ما خلينا نفتكر مين اللي بيختار الباتشز. الباتش انت اللي بتختاره. انا ممكن اختار باتشات كتيرة من دول وباتشات اقل من دول. ممكن اقول انا مش هترين بكل الديتا، خد شوية باتشز من هنا وشوية باتشز كتار شويتين من الجداد اللي هنا. يبقى السيستم الى حد ما بايز ناحية الجديد اكتر من ناحية القديم مثلا، وبالتالي هتجد النتائج بقت احسن، بقى بيحس ان انت بتزوده جديد في الديتا، لان انا بختار الباتشات بمزاجي. فده المقصود بيها لو الديتا بتتغير مع التايم. زي كده الصورة دي لو ناس غاويين كورة كانت بوبلا في 2010، الصورة دي كانت بوبلا في 2014، الصورة دي كانت بوبلا ايام ما كان في هيلاري واسمه ايه ده بتاع امريكا خلاص مشي، يعني في الالكشن سنة 2016 في الانتخابات. وبالتالي كل شوية بيحصل ابديت للصور عندنا. انا عاوز يتأثر بدي اكتر ما بيتأثر بدي. الناس بطلوا يدوروا على دي بعد شويه، لكن بدأوا يدوروا على الصوره دي. ده كان في عام 2016 يعني 2017. دلوقتي طبعا الدنيا اتغيرت خالص كمان عن دول. وبالتالي فاحنا عاوزين ان هو يبتدي يحس اكتر بالتشينج اللي بتحصل في الداتا سيت ويتاثر بيها. لان اللي بيحصل عادي ان الباست بي اوفر دومينيت. لو قال جريدنت ديسنت اهو هتلاقي الحاجات القديمه هي اللي بتوفر دومينيت على الحاجات الجديده. في الاستوكاستيك لا، انا اقدر بقى اظبط اللي انا عايزه بنفسي. فدي الميزه بتاعت ستوكاستيك جريدنت ديسنت. مش هنزود عن كده فيها، انا يهمني بس ما تفهمين الكونسبت مقصود بيه ايه، وان انت وقت الجد تقدر تلعب في الباتش بتاعتك وتختارها بالطريقه اللي تريحك. حاجه ثانيه الداتا بري بروسيسنج، دي بتفرق معانا برضو في النتائج بتاعت النيورال نتورك او السي ان ان الاثنين. احيانا بحتاج اعمل بري بروسيسنج للداتا. تعالوا نشوف زي ايه البري بروسيسنج اللي هيتم للداتا انا اللي بعمله. اول واحده فيهم هنديها رقم اهو شافلينج، تعمل شافلينج للديتا. اقدر الخبط الديتا زي ما انا عايز عشان السيستم يبقى يتعلم بمزاجه او يتعلم حسب ما انا عاوز يتعلم ازاي. طبعا الكلام هي ابليكابل للستوكاستيك جريد ديسنت بس. ليه؟ تعالى اقول لك. لو احنا كان عندنا دول التريننج داتا كلها، لو انا شغال جراديانت ديسنت عاديه بقول لك مر على مليون سامبل كلهم وبعد ما تحسب بيهم كلهم قول لي الابديت في الويت هيبقى كام. فنقول بقى مش فارقه رتبتهم لخبطتهم ما بقتش فارقه. لكن لو انت عملت شافلنج لخبطت، جبت هنا شويه من الواحد مع الاثنين مع الثلاثه، هنا شويه تانيين 1 و 2 و 3 برضه، هنا شويه 30 منهم، ما بقتش باخد كلهم وحايد وبعدين اثنينات بعدين ثلاثات بعدين اربعات. يعني خليني اقولها تاني كده، لو انا كان عندي من الداتا سيت كل دول اشكال لل1 كل
كل دول اشكال للتو، هنا كده كل دول اشكال للثري لغايه اشكال للناين. لو انا كنت شغال ستوكاستيك قلت لك هطلع بقى احلى من ستوكاستيك، خدت الباتش الاولاني ده وطلعت عدلت الويت، هيطلع الويت كلها بايظ ناحيه الوان. شويه خدت الباتش الثاني ده وظبطت الويت، هتلاقي البيتس الويت كلها بدات تنسى الوان وتروح بايظ ناحيه التو، وهكذا لغايه ما يوصل للناين هيكون اصلا نسي ان كان في 1 وفي 2. لكن لو انت عملت شافلنج زي كده، ده بقى فيه 1 و2 و3، ده بقى فيه 3 و5 و1، ده فيه 7 و9 مش عارف ايه كده. كل باتش بياخده بيبقى فيه اشكال مختلفه من دول، يبقى ساعتها مش هيبقى بايظ، فدي نتائج احسن كده. ده المقصود بالشافلنج. Prefer sample size to generate larger errors. In practice, split your data into mini batches. زي ما احنا بنعملها كده. والميني باتشز لازم يكون فيها كلاس دايفرجنت. يعني ما يبقاش كل ميني باتش من دول كله من كلاس واحد او من كلاسين، لا، خلي فيه دايفرجنت كتير. ده المقصود بالشفلنج. طبعا في فانكشن جاهزه بتعمل الشفلنج عندك في اي تول انت بتستخدمها يعني. طبعا حاجه ثانيه كمان، لو انت مش عامل شفلنج السيستم هيتعلم ببطء قوي، هيبقى فيه slower learning. لان عمال يكون اتعلم حاجه نسي الثانيه، ده فين وفين على ما يكون اتعلم للي هناك يعني. حاجه ثانيه في الداتا بريبروسيسنج برضو النورماليزيشن، عاوزين نورمالايز الداتا بتاعتنا. نورمالايز الداتا ليه؟ الاول يعني ايه نورمالايز الداتا؟ نورمالايز الداتا بقول خد اكس ناقص اكس بار او ميو واقسمها على السيجما. ادي الجزء بتاع النورماليزيشن اهو. لو عاوز نورمالايز الداتا بالمنظر ده. ليه بتنورمالايز الداتا؟ تعال ناخد مثال كده. الاول بس افكرك النيورال نتورك شكلها ايه بصفه عامه؟ اهو W1 W2 W3، وعندنا هنا سميشن، وبعدين كان عندنا هنا ايه حاجه زي كده. ده نيورال نتورك. في الاخر انت بتتكلم على ملتبليكيشن وسميشن، اهو بتضرب الانبوت بتاعك في الويت وفي الاخر بتعمل سميشن. يبقى معنى كده لو الانبوتس اللي عندك دول هم x1 x2 لغايه مثلا x9، لو دول كانت ارقام كبيره هتتضرب في الويت طبعا ارقام كبيره، في السميشن ارقام كبيره، وهكذا. ولو كانوا دول ارقام صغيره هيطلع برضه يتضرب في ملتبليكيشن، يطلع ارقام صغيره برضه السميشن وهو يلعب. فالخلاصه ان الارقام اللي داخله لك اللي هي الاكسات دي تفرق معايا لو كبيره او صغيره. طيب تعالى ناخد بقى مثال صغير كده. لو الفيتشر اللي كانت داخله عندك، افترض انا بتكلم على ارقام الدرجات. انا عندي طالب من حاسبات عنده ست درجات، في واحد منها كان واخد مثلا 90%، الثانيه كان واخد مثلا 86%، الثالثه خد 94% او 94 مثلا، الرابعه 87 مثلا، هنا 66. ادي الدرجه بتوع الطلبه الحاسبات. لو بدخل طلبه تانيين معايا برضو، طلبه مثلا تجاره، التجاره كلهم بيتكلموا على الدرجه من 20، فعندنا واحد هنا واخد 18 من 20، 15 من 20، 16، 14 مثلا، 12. هنا الدرجه من 20، هنا الدرجه من 100. هل اقدر اقول ان الطالب بتاع 15 من 20 ده اشطر من الطالب بتاع 90 ده بتاع حاسبات؟ 15 من 20 يعني ناقص 5 درجات، بينما ده الفرق بتاعه عن الدرجه النهائيه 10 درجات. يبقى اللي جاب 15 ده احسن، بينما فعليا 15 على 20 يعني 75%، بينما ده جايب 90%. المشكله ان انت مش بتقارن ابل تو ابل. انت عشان تقارن صح لازم انورمالايز الداتا. انورمالايز الداتا يعني انورمالايز يبقى كلهم ليهم نفس المين ونفس الفارينس عشان تعرف تقارن صح. ده المقصود بان انا انورمالايز الداتا. المشكله بقى بتبقى اكبر من كده فين؟
تجي. ده الانبوت بتاعنا، ده الفيكتور بتاعنا. انا كنت بقيس هنا الطول، الطول ده بيتقاس بالسنتيمتر. كنت بقيس هنا الوزن، الوزن بقيسه بالكيلوجرام. كنت بتقيس هنا اللون، اللون باخده ارقام مثلا من 1 لـ7 حسب اللون رقمه كام. تخيل بقى انت كده عندك في الاطوار، كان عندي حد طوله 180 حاجات مثلا، في سياخ حديد مثلا 180 200 مثلا 177 وهكذا. دي الاطوار اللي عندنا. الكيلوجرام بتاعتنا في حاجه طول وزنها 5 5.5 4.7. اما تيجي تدخل على النيورال نتورك حاجات زي كده، هالطبيعي اللي انا هلاقيه الارقام ال 180 وال 200 و الاخر تتضرب في الويت وتتجمع على 5 مضروب في ويت 5 مضروب في ويت. كل دول تاثيرهم مش هيأثر. بمعنى تاني الارقام بتاعت الاطوال دي هي اللي هتدومينيت. دي اللي بقى التاثير الكبير لما اجي اعمل السميشن بتاعنا اللي هنا. انت عملت دي هنا ارقام كلها كبيره 180 و200 والى اخره، بينما هنا عملت قولي 5 5.5. ما في الاخر دول هيتجمعوا مع دول بعد ما يدوبوا في الويتس بتاعتهم. تاثير دول مش هيبقى خالص بالنسبه لتاثير دول. عشان كده انا المفروض انورمالايز كل دول. فتلازم تنورمالايز الداتا اللي عندك. عندنا عشان كده نورمالايز من الحاجات المهمه جدا جدا وانت بتترين نيورال نتورك، عشان ما توقعش بعض الفيتشر في مقابل البعض التاني. فاحنا كده بنتكلم على النورماليزيشن. اسهل طريقه نورمالايز بيها، خد الرقم اللي عندك اكس ناقص ميو واقسم على الفاريانس بتاعنا، حيث الميو ده اللي هو المين وده اللي هو الفاريانس او جذر الفاريانس يعني ستاند ديفيشن. بالطريقه دي انت بتحول الداتا اللي عندك تبقى كلها المين بيتحول يبقى بصفر، و الستاند ديفيشن بتاعك هيبقى بواحد. يعني كده كان بقى كل الداتا شبه بعضيها. يعني هاخد كل الاطوال اطرح منها المين بتاع الاطوال واقسم على الفارنس بتاع الاطوال، هتاخد كل الاوزان اطرح منها المين بتاع الوزن واقسم على الفارنس بتاع الوزن وهكذا. علشان كده مثلا بص المين بتاع الاطوال مثلا هنا وليكن مثلا هيطلع في مثلا 185، اما تطرح 185 يبقى الفرق 5، هنا الفرق من هناك كده. طب الفارينس بتاع دول الفارينس هنا كبير، فما تقسم على الفارينس كبير يطلع في الاخر ارقام هتبقى نورمالايز. بينما هنا هتجد المين بتاعنا مثلا في حدود 5، فتفوق نص و 0.3 و 0.5 وحاجات زي كده، وتقسم كمان على الفارينس الصغير تطلع في الاخر الاطوال بقت نورمالايز زيها زي الاوزان، تعرف تشتغل بدي ودي زي بعض. يبقى مره ثانيه احنا عاوزين نعمل نورماليزيشن للديتا اللي عندنا. الانبوت فاريبل فولو الجاوسن ديستريبيوشن روحلي، ده اللي احنا بنحاول نعتمد عليه نورمالايز الجاوسن ديستريبيوشن. بنعملها زي ما قلنا اهو اكس ناقص نيو على السيجما. زي ما قلت في انواع كتير قوي من النورماليزيشن، في داتش نورماليزيشن وفي كذا حاجه، بس الكلام ده مش وقت دلوقتي عشان الوقت عندنا طبعا ضيق. يعني جايز في يوم ما نبتدي ناخد انواع مختلفه من النورماليزيشن. لو حد انترستد قوي فيها، لو انت دخلت على الشات بتاع اليوتيوب هتلاقي في حاجه اسمها ترانسفورمر. عشان حاجه اسمها ترانسفورمر دي حاجه ادفانسد في ال NLP. هتلاقي في فيديو تاني فيها بيتكلم على انواع النورماليزيشن المختلفه، هو في ترانسفورمر اختار انه نوع فيه عشان يبدا يعمل عليه. بس دي مش داخله معانا دكتور. ايوه هو مش دي يا دكتور الستاندرزيشن ولا ايه الفرق بينهم؟ لا في اختلاف بين الستاندرزيشن والنورماليزيشن، بس ما عندناش وقت نتكلم فيها دلوقتي الفرق بين الاثنين ايه. لكن في الاخر الاوبجيكتيف بتاع الاثنين واحد، انك عاوز تعمل ستاندرزيشن او اعمل نورماليزيشن، هما الهدف واحد. يعني خليني اقول لك ببساطه كده، طب ما انا ممكن افكر كديفيلوبر، انا كديفيلوبر ممكن اعمل ايه؟ بص هات اكبر رقم في كل دول اهو 94،
اقسم كلهم على 94 يبقى اكبر رقم هيبقى واحد، والباقيين كلهم اقل من واحد. طب هات كل دول اكبر رقم فين؟ 18. يبقى اقسم على 18 يبقى اكبر رقم بقى واحد، كلهم بقى اقل من واحد. وبالتالي كده ضمنت ان هو كله هيبقى من صفر لواحد هنا ومن صفر لواحد هنا، صح كده؟ كده انا بعمل زي ستاندرزيشن، بس ما دخلتش الفاريانس معايا ان الفاريشن هنا شكلها ايه. فطبعا النورماليزيشن بيكون اقوى من الستاندرزيشن يعني، لكن طبعا في فروق مش هنتكلم. هو بس يا دكتور انا بسأل حضرتك عشان لما كنت شغاله في النيورال نتورك كان في فانكشن دلتا ان، دي لوحدها ودي لوحدها. ساعتها بص يفضل في اللايبريز بالذات، لان احيانا بيحصل خلط ما بين الاسماء وبعضها، واحد لازم يفتح اللايبريز يبص عليها ويشوف هو عامل ايه. ممكن يكون انا بستاندردايز بينه وفي لعبه بالنورمالايز، فانا يهمني هو بيعمل ايه فعليا يعني. بالظبط. بالظبط انا جربت حضرتك. ممكن تفتح كده تلاقي هو من انا شفت حاجات كده، مثلا بعمل ستاندرزيشن بناء على هو ده بيعمل نورماليزيشن، بس هو مسميها كده ستاندرزيشن يعني. تمام. ادي حاجه ثالثه اهي، الداتا اوجمنتيشن. الداتا اوجمنتيشن ان انا عاوز اكتر الداتا اللي عندي. اوجمنتيشن، اوجمنتد يعني ممتده. كنا بنقول ساعتها اوجمنتد فيكتور بحط له واحد في الاخر. داتا اوجمنتيشن يعني عاوز اكتر الداتا، اعملها اوجمنتيشن، اعملها امتداد. ازاي؟ في الصور الدنيا سهله، في بعض الحاجات الدنيا اصعب شويه. انا عندي صوره واحده اهي، دي صوره اوريجينال. طب لو عملت لها فليب، دي كانت ضفدعه قلبتها كده بقت ضفدعه برضه، لو كانت ضفدعه يعني. عملت راندوم كروبينج، قطعت حته من هنا، قطعت حته من هنا، اهو هنا كان الرجل مش باين جزء، انا قطعت من هنا كده شويه. بعمل راندوم كروبينج هيطلع برضه صور ثانيه. لعبت في الكونتراست، كونتراست هنا اعلى بكتير من الكونتراست اللي هنا. عملت تنت، تخفيف للالوان بتاعتنا، غيرت الالوان وحولتها مثلا كده، بعضهم خدت بقى لونها مثلا جراي، وات ايفر. كل دي اشكال مختلفه للديتا اوجمنتيشن للصور. بس اخد بالك ان الداتا اوجمنتيشن ما تضيعش التفاصيل الاصليه، ولا يبقى انت بوظت السيستم مش حسيت. يعني على سبيل المثال لو انت بتتكلم على انيمال، الداتا اوجمنتيشن سهله بالنسبه لك، وفي 200 طريقه تعمل بيها اوجمنتيشن. ممكن تقعد انت تفكر كمان في تكنيكس مختلفه، اعمل لها روتيشن شويه او تيلتنج اميلها او سكيلنج، كبروا سنه وصغروا سنه او وطبعاً كل ده كتير. لكن لو انت عندك مثلا ميديكال ايمج، صوره زي صور السونار اللي احنا بنشوف شكلها عامله كده تقريبا، وتلاقي فيها شويه حاجات كده، انت فعليا بتدور على الفضفضه الصغيره دي، تقول بص ده هنا هيبدا يديفلوب كانسر في الحته دي، لسه هيبدا، بص انا شايف الحته الصغيره دي. تقوم انت تقول لا انا عاوز اعمل داتا اوجمنتيشن، خد دي ابتدي بقى اعمل ايه اهو، كتر من دي هنا، كتر من الطويله شويه، صغيره شويه، انت بتعمل اي عك، انت فعلا بوظت الداتا. انت مش بتعمل اوجمنتيشن كده، هو كده تفرين هنا جزء هيديفلوب كانسر او مفيش اصلا، مفيش الفوكال ليجن او مفيش الكلام ده عندك هنا. وبالتالي في الداتا اوجمنتيشن في الميديكال انجز لا، ده هتبقى كارثه بالنسبه لك، الا لو انت فاهم انت بتاوجمنت ازاي. فمش اي تكنيك في الداتا اوجمنتيشن تنفع مع اي حاجه. نفس الكلام، عاوز ازود شويه الداتا اللي عندي في التكست، ده مشكله. هتاوجمنت الداتا في التكست ازاي؟ هتطلعها على افكار، لكن هي الفكره بصفه عامه زي ما بقول كده، عاوز تعمل داتا اوجمنتيشن، فكر في حاجه تزود الداتا من غير ما تضيع الفيتشر اللي انت بتكلاسيفاي بناء عليها. فهي دي الفكره. يبقى كده احنا خدنا لغايه دلوقتي ثلاث حاجات في الداتا بري بروسيسنج. خدنا شافلنج، اعيد ترتيب الداتا وهيحسن معايا كتير في الاستوكاستيك جريد ديسنت، وخدنا ان انا اقدر اعمل اوجمنتيشن زي كده، اقدر اكتر الداتا بتاعتي، وخدنا النورماليزيشن عشان تبقى كله ابل تو ابل، كان الداتا كلها طالعه من بول واحد، مفيش حد بيدومينيت على التاني. نتكلم بقى في الايرلي ستوبنج. الايرلي ستوبنج من الحاجات المهمه. ايرلي ستوبنج اقصد بيها ده ستوبنج للتريننج. احيانا بتلاقي حد فرحان بنفسه، انا عندي جهاز بقى قوي وجي بي يو ومش عارف ايه، هيعمل كام اتريشن؟ بيعمل 100، لا لا يا عم خليه يعمل 1000، زود عدد الاتريشن، ما انا مش خسران بقى، جهاز شغال وسريع. ممكن تكون انت بتعمل كده والدنيا بتسوق عندك،
وتلاقي الراجل الغلبان اللي جابه على قده وعمل 50 اتريشن مدي نتائج احسن منك بعد كده على التست ديتا. يعني تعال نبص على الكيرف ده ونفهم. ادي تريننج سايكل يعني على الاتريشن، وادي اللوس فانكشن بتاعتنا. احنا كل مره عاوزين اللوس في ال انه لوس. مره ثانيه اهو انا عاوز اوصل لهنا، كنت بادي من هنا، وادي شكل اللوس فانكشن بتاعتنا ده اللوس. انا عاوز اوصل للنقطه دي كانت تديني مينيمم لوس. كل مره بتتحرك بتنزل كده بتنزل كده، بس اللوس بقى على ايه؟ على التريننج داتا ولا على التست داتا او الفاليديشن داتا؟ تعالى بص على الكيرف اللي هنا. الكيرف التحتاني ده بتاع التريننج لوس او التريننج ايرور. هو بص عمال بيقل ازاي اهو. طبيعي ان انا كل ما ازود الاتريشن كل ما عمال انزل اهو، عمال تنزل 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 لغايه هنا هتوصل لهنا. فانت فرحان على التريننج داتا اللوس عمال بيقل كل شويه، بس يا ترى هل على الداتا اللي هو ما شفتهاش في التريننج اللي انت بقى سواء هنسميها فاليديشن او هنسميها تيست؟ طبعا في فرق بين الاثنين هنأكل عليه دلوقتي. هو هنا في الكيرف مسميها تيست، احنا فعليا بنسميها فاليديشن بالنسبه للحاله بتاعت اثناء التريننج نفسه يعني. يعني ده ممكن هنا لو عايزين نصلح له شويه بدل التيست ده هنسمي دي الفاليديشن. الفاليديشن داتا اللي هو ما شافهاش وهو بيترين. في حاله الفاليديشن داتا دي هل يا ترى هيفضل برضه اللص يقل يقل؟ لا، ممكن تفاجئ ان اللص بدا يزيد. يعني هو كده عمال ايه؟ عمال بيتعلم 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 بيتعلم، بس لا انا كده بتحرك غلط. هو عمال بص بيتعلم 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 بيتعلم، هو بيتعلم على التريننج داتا. فلو هو بيتعلم على التريننج داتا طبيعي ان اللص هيفضل يقل عليه. لكن انا عمال بعلمه وبعد كده بوري له حاجه ثانيه ما شافهاش، يا ترى التعليم اللي انت اتعلمته هنا اتحسن هنا ولا لا؟ هلاقيه بيتحسن مع الوقت من كتر تعليمه هنا، بنقول ان هو حفظ التريننج داتا كلها. لكن توري له بقى داتا ما شافهاش هيغلط جامد جدا. يبقى كده ساعتها تحت زي ما بيحصل بالظبط مع الطلبه بتوع المدارس. من كتر ما هو عمال يذاكر الكتاب بيحفظه. حفظ الكتاب كله، لو جات له اي حاجه في الكتاب نفسها هيحلها كويس قوي، هو حفظ خلاص كل حاجه. جات له حاجه بره الكتاب لا مش عارف يحلها، هيغلط كتير قوي، يبقى ساعتها بقى في ايرور عادي. طب المشكله جت منين؟ ان هو ما اتعلمش من الداتا، هو حفظ الداتا. ما اتعلمش من مسائل الهندسه اللي كانت عنده، هو حفظها. فلو جات له اي مساله زي اللي اتعلمهم او زي اللي حفظهم كده ال 100 مساله اللي حفظهم هيحلها هوا، هو حافظها بالظبط. جات حاجه مختلفه سنه هو ما اتعلمش ازاي يفكر، فمش هيطلع نتائج كويسه. وبالتالي انا احسن حاجه عندي اقول لك لو تقدر كنت وقفت التريننج هنا في الحته دي، كان ساعتها بالنسبه للديتا اللي هو ما بيشوفهاش بيدي لص كويس قوي اهو. لكن لو انت قلت وقفته هنا هيطلع كده او عندي كده هيدي لص اعلى، يبقى الاكسس بتاعته تبقى اقل. عشان كده كان نفسي هو يقف هنا، ده اللي بنسميه ايرلي ستوب، اقف بدري. طب ايرلي ستوب ده نعمله ازاي؟ بنعمله عن طريق استخدام ما يسمى الفاليديشن. تعالى كده نراجع حاجه سريعه. الداتا اللي عندنا احنا بنقسمها حاجتين، جزء منها فور تريننج والجزء ده نستخدمه فور تيست. هترين بشويه الداتا دول وهتست على نفسي للموديل بتاعي بشويه الداتا دول. طب لو انا عامل اربعه موديل مختلفين، نيورال نتورك صغيره، نيورال نتورك ديب شويتين، وسبورت نتورك ماشين ماوى الى اخره، هاخد نفس الداتا سيت واقسمها نفس التقسيمه، كل مره هترين الموديل بدي وانا اختبره بالمجموعه دي، وليكن مثلا 80 20. هترين 80,000 سامبل وتست ب 20,000 سامبل، سواء بقى نيورال نتورك سواء سبورت دكتور ماشين وات ايفر الموديل بتاعي. اسماء التريننج بتاع نيورال نتورك نفسها انا ما اعرفش حاجه عن دول خالص، دول مفصولين عن بعض تماما كده. اسماء التريننج اقول لك لا بص معلش بقى تعالى نقسم دول تاني كده. خد شويه منهم فاليديشن كانه زي ما احنا بنقول كده نماذج الوزاره.
هم ستيل معاك في الكتاب اللي انت بتذاكر منه بس نماذج الوزاره، ودول هيستخدموا للتريننج. دول هيبقوا 10% مثلا، ودول هيبقوا 90%، 90% من ال 80 و10% من ال 80. ده اللي هستخدمه عشان الايرلي ستوب. يبقى انا هترين بالمجموعه دي، بعد ما خلصت تريننج اتست على نفسي بدول بال 10% دول، واشوف السيستم متعلم ولا حفظ. بعدها الاتريشن اللي بعديها اترين بدول واجيب الفاليديشن ايرور من هنا. فانا بحسب من هنا بنطلع ما يسمى التريننج ايرور، من هنا بطلع ما يسمى الفاليديشن ايرور. انا يهمني الفاليديشن ايرور ما يزيدش، ما بفرحش قوي بالتريننج ايرور، انا عارف ان هو كل مره هيقل. الفاليديشن ايرور طول ما مع كل اتريشن بختبر نفسي والاقيه لسه بيقل، انا في السيف سايد. اول ما الاقيه بدا يطلع تاني كده اقول لك لا وقف هنا في الحته دي، ليه هرجع لورا تاني اهو اهو. انا ببص على ده، طول ما هو بينزل اقول لك كمل اتريشن، كمل تريننج. اه بدا يعلى تاني اقول لك خلاص وقف بقى هنا كده، وناخد الموديل اللي احنا وقفنا عليه. ده اللي بنسميه الايرلي ستوب. بوست بروبابل ان دول هيبقوا لحد ما نتائجهم شبه دول، لان هو ما اشتغلش بدول، ما اتدربش بدول، وما اتدربش بدول، وبالتالي في بوست بروبابل دول شبه دول. ما انساش بقى عشان ما برضه الصوره كامله، هاخد خط خالص هنا تاني. انا عندي هنا بقى ايه؟ اليوزر ديتا. دول كان عامل الداتا سيت بتاعتي انا، وانا مجمعها وفصلت دول عند الوقت. اما تاخد السيستم ده بعد ما خلصت التجارب بتاعتك كلها دي تروح تدي للكاستمر، هتلاقي هو عنده داتا مختلفه خالص عن بتاعتك، فتوقع ان الداتا دي هتبقى نتائجها اسوء من اللي انت بتعمل عليها تيستنج، واسوء من بتاعت الفاليديشن، طبيعي اسوء من بتاعت التريننج يعني. بس انا بحاول اقرب، كل ما تقدر تجيب داتا سيت شبيهه باليوزر بيستعملها، كل ما هكون ضامن ان النتائج اللي بعملها في شركتي هنا على التستنج وعلى الفاليديشن هتبقى قريبه من اليوزر هيشوفها بعد كده على الداتا الحقيقيه بتاعته. فده اللي احنا بنتكلم عليه اللي هو الايرلي ستوب. طبعا الايرلي ستوب هوقفه ازاي؟ دي كرايتيريا بتاعتك انت بقى. حاجه كمان، حاجه دي شكلها غريب شويه، بنسميها دروب اوت. دروب اوت دي فكره غريبه ادت نتائج رائعه. فكره الدروب اوت ان انا هوقف بعض النيورونز، خليها ما تشتغلش. بمعنى بص كده، احنا كان عندنا شويه نيورونز هنا، شويه نيورونز ثانيين هنا، ادي الاوتبوت النهائي بتاعنا. وكان عندنا كل واحدة من دول واصلة بيهم كلهم، ده شكل النتورك بتاعتنا. كنت احيانا تقول ايه؟ طب ما تيجي نكتر النيورون دول شوية عشان السيستم يتعلم احسن، يبقى عندي ويتس اكتر. طالما الداتا سيت بتاعتك بتسمح، عندنا عدد داتا سيت كافية، فممكن نكبر الموديل، خليه كومبلكس زيادة شوية عشان النتائج احسن. ده انا هنا بقى هعمل العكس، هاجي اسماء التريننج نفسها اقول لك بص الغي دي، ايه الغي دي كانها مش موجوده، والغي كمان دي كانها مش موجوده، والغي دي كمان كانها مش موجوده. كانها مش موجوده يعني ايه؟ يعني خارج منها يبقى صفر، يعني بتطلع اصفار على هنا، مطلع اصفار من دي لانها مش موجوده، يبقى كانها ما لهاش اي تاثير على اللي هنا كده. فقلنا الغي كام واحده؟ بقى احنا بنحسن الموديل ولا بنسوقه؟ ده انت كده المفروض بتسوق، بتلغي شويه من دول. لكن فعليا لا، ده انت بتخلي الموديل يعتمد على نفسه. يعني خليني اقول لك بالبلدي كده، تخيلوا انتوا كده في مشروع التخرج بتاعكم، انتوا خمسه مع بعض اهو، دول خمس افراد اهو شغالين في مشروع التخرج. فعليا انا ببص عليكم من هنا، في ثلاثه بيشتغلوا اهو، ثلاثه جدعان كده وكويسين اهو، دول اللي بيشتغلوا. وفي اثنين بنقول عليهم مستخبيين وراهم، هم يا جماعه داخلين كده كده مع المشروع مع ناس شاطره، هناخد درجاتهم او اقل حته بسيطه، يبقى احنا كسبانين. لكن فعليا الاثنين دول مش شغالين،
طب ايه اللي يحصل بقى لو جه المشرف قال لك بص اتقسموا، انتوا كده تعالوا على جنب هديكوا حاجه تعملوها، وانتوا تعالوا على جنب هديكوا حاجه تانيه تعملوها. ساعتها دول هيضطروا يعتمدوا على نفسهم ويتعلموا اكتر. ده اللي هيحصل. انا هنا بعمل كده، احنا بنخاف اثناء التريننج ان بعض النيورونز دول يعتمدوا على اللي جنبهم. انت في الاخر كنت بتبص على من هنا على الفاينل لوس. اللوس قد ايه؟ اللوس ده كان حصيله الويس اللي طالعه من كل النتورك. في بعضهم هنا مش شغالين، مش مؤثرين اساسا عندي في النتورك العاديه، وفي بعضهم مؤثرين. ففي الاخر كله بيعتمد على اللي جنبه لغايه ما اللوس يبقى كويس. فانا فعليا هتجد مثلا النيورون نتورك الكبيره دي 70% منها شغال كويس كنيورون، يعني الويس بتاعته كويسه وبتحسب وتطلع. في 30% حاملين، الويت ما بتتأثرش كتيرة، وكل مرة أجي أقول حسن الويت، الويت بتاع الناس النشيطة بيتحسن، والويت بتاع التنين ما بيتحسنوش. أول ما أجي أقول إيه بقى؟ طب بص أثناء التريننج وقف بعض النيورونز اللي هنا دول. وقف دي، وقف دي، وقف دي. وتعالى حسن لي اللص. ساعتها الويت بتوع دول اللي كانوا خاملين ومش فارقين كتير معاهم هيضطر يتغير عشان يحسن الويت اللي هنا، اللص النهائي هنا. يوم كده كاني نشطت دول، اما انت وقفت دول انت اضطر تنشط الباقيين. وبعد شويه غير، قلت لا طب ارجع بقى شغل دول، وقف دي، وقف دي، مش عارف ايه، حاجه زي كده. ده المقصود بيها بالبلدي كده يعني. تعالى شوف كده، ادي الاوريجينال نتورك بتاعتنا اهي، شكلها حاجه زي كده. كلها فولي كونكتد. انا هاجي اختار الاثنين دول، واحده من الابوك اللي انا بعملها، واحده من الايتريشن، هوقف دي واوقف دي. مرة ثانية اوقف دي يعني ايه؟ يعني كانها مطلعة صفر، يبقى كان الكونكشن دي مش موجودة، ودي مش موجودة، ودي مش موجودة، لأن دي كانها اتلغت. اوقف دي يبقى كان الكونكشن دي مش موجودة. يعني هيبقى شكلها كده. ايه؟ كان في حاجة هنا كان في الله يرحمها والنتورك كونكشن فاضي. كان في واحدة هنا كانت واصلة على التلاتة دول. مش موجودين. أدي شكلها. وأقول له اعمل تريننج للنتورك بالمنظر ده أثناء التريننج. ساعتها خلاص هتشتغل كده. ممكن أعمل كده. وقف كل دول. بص ايه اللي هيحصل ساعتها في اللاير دي، هتضطر دي تشتغل غصب عنها، ما هو مفيش غيرها هي اللي شايله الشيله دلوقتي. في اللاير دي هتضطر دي تشتغل لوحديها وتظبط الويت بتاعها، وبالتالي هيبقى شكلها كده. لازم الويت ده يتحسن قوي، ولازم الويت ده يتحسن قوي عشان يضمن اللوس هنا بيتحسن. فانت كده عمال ايه اثناء التريننج عمال بتشيل كل دول. بس للمره الاخيره انا عمال اقول اثناء التريننج، يعني وقت الجد بقى اما نيجي نمتحن لا كلكم تشتغلوا. اما يجي الماتش يتلعب لازم كل النيورونز تبقى موجوده والويس كلها تبقى موجوده. وانا بعمل الكلام ده عشان ادرب الناس الضعيفه عندي، النيورونز الضعيفه ادربها والويس بتاعها تتحسن ده اثناء التريننج. لكن مفيش حاجه اسمها دروب اوت اثناء التستنج او الايفالويشن او زي ما نسميها. الاكتيفيشن فانكشن اتكلمنا عنها قبل كده، مفيش مانع نمر عليها تاني برضه سريعا. ممكن نعمل سيجمويد لايك اكتيفيشن فانكشن. احنا شفنا كذا حاجه قبل كده، شفنا السيجمويد وكان شكلها اهو حاجه زي كده. انا عندي اثنين سيجمويد او فعليا سيجمويد وتنش. السيجمويد ما بين صفر وواحد، والتنش ما بين ناقص واحد لواحد. احنا اسمين هنا التنش فعليا، لكن هما الاثنين واخدين نفس الشكل، بس كانك شفت دي لفوق عشان تحولها شبه السيجمويد، تبقى من واحد لغايه الزيرو. مشكلة التانش أو السيجمويد إن هي بتساتوريت بسرعة. كلمة ساتوريت دي كلمة جاهزة على لسان كتير، بس في ناس مبقاش فاهمة أصل إيه ساتوريشن. ساتوريشن معناها لو أنت دخلت لها هنا 0.5 هيطلع لك رقم. أهو. لو دخلت حاجة هنا هتجيب ده. دخلت هنا هتجيب حاجة أعلى شوية. لكن لو دخلت رقم هنا هنا 100 200 500 كلهم هيدوا نفس الاوتبوت. نفس الكلام الجزء هنا كله ساتوريشن، الحته دي كلها ساتوريشن اهي. اي انبوت هنا ناقص 5 ناقص 10 ناقص 100 كله هيدي نفس الاوتبوت اللي هو ماينس 1. هنا الجزء ده كله ساتوريشن، يعني دخلت 10 20 70 10000 كلهم هيدوني 1. فده مش كويس بالنسبه لنا لان انبوت مختلفه بتدي نفس الاوتبوت. فاحنا بيقول لك طب ما تيجي تعمل لها ايه؟ سيجمويد لايك مش سيجمويد بالظبط، تانش لايك مش تانش بالظبط. ان خدها هي نفسها واجمع عليها حاجه لينير زي كده اهي،
زائد 0.5x زائد 0.3x ادي بقى حته من اليارتي، يبقى ساعتها الانبوت ده بيفرق سنه عن ده بيفرق سنه عن ده، مش فرق كبير قوي، مش هنبقى عنيف زي ما انا رسمه كده، ممكن بس فيها همسه يعني بتطلع كده شويه مثلا ولا بتنزل كده شويه. دي فكره ممكن تحسن سنه في النتائج بتاعتك. طبعا تقدر تعمل افكار كتيره شبيهه. احنا عارفين الريليو اهي كده كده اللي هي الزرقاء، اي حاجه نيجاتيف هطلع صفر، اي حاجه بوزيتيف هطلعها زي ما هي. ده كان شكل الريليو بتاعنا، وكان ليها جريدينت ممكن نحسبه اللي هي كانت بتاخد الماكسيمم بين الزيرو والانبوت. ده شكل الاكتيفيشن فانكشن بتاعتنا اللي هي النون لينير. في ناس تقول لك طب ما تيجي نعمل نفس القصه برضه، ما تيجي نخلي بدل ما هي هنا فيها كسره كده ما تيجي نخليها دي سموث شويه. يعني مش عاوز اخليها ريليو بالظبط، عاوز اخليها حاجه زي كده. اخليها حاجه زي كده ازاي؟ دور على اي ماثيماتيكال ايكويشن تدي نفس المنظر ده. انا برضه في الاخر هنا النيجاتيف هديه لك زيرو او ارقام بسيطه صغيره، انا مش عاوز اضغط فيك ان ده ساتوريشن اهو، ده كده ساتوريتد. فنفصل الساتوريشن الجزء اللي هنا. فاقدر اخليه يبقى بيدي لك ايه بسيط بس ارقام صغيره شويه. بعد كده يبتدي بقى يدي لك الارقام بتاعتنا يكمل كانه شغال ريليو. بس في الحته دي اخليه كده ايه؟ في كيرف صغير كده. دي بنسميها ايه؟ ريليو لايك او وات ايفر. بص كده ايه اللي حصل؟ ده ريليو كونفرجنت ريت بالنسبه للتانش. ادي التانش اهي اللي فيها ساتوريشن عالي. الريليو احنا كنا بنحاول ناخد في الساتوريشن في الجزء البوستيف على الاقل. وده الايرور. بص انا وصلت للايرور 0.25 بعد 35 اتريشن اهي. بعد 35 ايبر. ده لو كنت شغال بالتانش. الريليو وصلتني ليها بعد 5 اتريشن تقريبا، وصلت لنفس الايرور. وبالتالي ده كانت مشكله ان الساتوريشن بتاع التانش العاديه بيبطئ جدا التريننج بتاعها، عشان كده الريليو بتدي نتائج اسرع منها. فده بيديك انديكيشن بس ان احنا مش عايزين ساتوريشن. ساتوريشن سيء بالنسبه لنا، ما هيش حاجه كويسه. طب الريليو نفسها في ناس فكرت كده. يقول لك هعمل ليكي ريليو. بدل ما ده كان بقى صفر على طول كده، طب ما اعمل زي ما عملنا هناك كده في التانش. اديها جزء صغير كده لينير هنا. طبعا صغير ده حسب انت واخد البارامتر الايه ده بكام؟ 0.1x 0.3x 0.01x حسب بقى تاخد الميل ده كده. خدته 0x هترجع التاني زي الاول من هنا كده. فانت كده تعمل طريقه ممكن تعملها بلين، تعملها بمالتيبيكيشن اللي انت عايزه. في واحد قال لك طب انا ممكن اخليها كمان بقى ايه راندوم. راندومايز ليك، يعني ممكن الرقم ده خليه مره هنا مره هنا مره هنا، فانت كده بتاخد راندوم. كل ده غير في اكتيفيشن فانكشن نون لينيرتي بنتوقع ان هو يحسن في البرفورمانس ويسرع في التريننج بتاعنا. بس هيأثر ولا لا؟ محدش يقدر يحكم غير لما تجرب فعليا وحسب كل بروبلم على حده. جاي البروبلم مش فارقه معاه الجزء بتاع الساتوريشن كتير، فتلاقي ما فرقش معاه قوي. البروبلم بتاعتي احسن جدا لما انت عملته. فبرضه هي بروبلم ديبندنت الى حد ما. الليرنينج ريت احنا قلنا بتحرك عكس الجريديانت بس بستيب قد ايه؟ لو احنا فاكرين كده كان ممكن يكون عندي ادي الشكل بتاعنا اهو. كان ممكن تقول وانا بتحرك بمشي من هنا لهنا وبعدين من هنا لهنا من هنا لهنا كده ستيب زي كده. كان ممكن واحد تاني يقول انا همشي ستيب كبيره من هنا لهنا من هنا لهنا من هنا لهنا. فانت كده بتاخد ستيب كبيره او ستيب صغيره. ده اللي سميناه الليرنينج ريت. كنا بنجيب احيانا رمز ايتا انك تتحرك عكس الجريدينت، وادي ايتا اللي هو الليرنينج ريت بتاعك او الليرنينج فاكتور بتاعك. لو احنا خدناه تو سترونج عالي قوي ممكن يحصل باونسنج اوفر شوت. المره الجايه وانا هنا زي مثلا نطيت على هنا فاضل سنه، لا ده كانت هنا، بص كانت هنا المينيمم اهو، وانت نطيت هنا ارجع تاني تروح راجع تاني هنا، ارجع تاني تروح راجع، هتلاقيك رايح جاي بتعمل اوفر شوت واندر شوت وعمال كل بقى شويه احاول اصغر شويه الليرنينج ريت عشان اوصل لهنا شويه. لو خليتها تو ويك صغيره قوي كان ممكن يحصل اوفر شوتنج بس هتحرك بالراحه قوي زي اللي كنا راسمينه بالاخضر هنا ده كده عشان توصل ده. طيب اخدها ازاي؟ عاوزين ندور على طريقه اعمل بيها الليرننج ريت. بسيطه تفكير الديفلوبر العادي، خلينا نبدا بليرننج ريت كبير وبعدين كل شويه نصغره.
يعني اجري بسرعه وبعدين بقى هدي هدي هدي. ماشي، في عندنا كذا استراتيجي بقى للليرنينج. واحده منهم اللي احنا كنا بنتكلم عليها من بدايه كلامنا اصلا اهي، كونستنت. خدوا بوينت 2 بوينت 04 10 ناقص 4 اللي انت عايزه، ودي الطريقه اللي مش كويسه، انت بتثبت كله بنفس السرعه. واحده ثانيه اهي ستيب ديكي، يقول لك بص يعني اتحرك اربع مرات بليرنينج ريت كبير شويه، بعدها كام اتريشن تانيين بليرنينج ريت اقل شويه، كام ايبوك تانيين بليرنينج ريت اقل، فانا ماشي بالستيب. دي طريقه لطيفه جدا وسهله، مش محتاجه حسابات قوي. ليرنينج ريت كل كام مره بروح بقلله شويه، كل كام مره بقلله شويه. دي طريقه. واحد تاني قال لك طب ما تيجي نقلله باستمرار، خليه كونتينوس، ما تخلوش ستيبس كده. مش عاوز يبقى ستيب. خليه كل مره بيقل سنه. كل مرة يقل ازاي؟ في الماتماتكس عندنا معادلتين سهلين ومعروفين، واحد على اكس بتبقى نازله بالمنظر ده كده، اكسبوننشال ديكي هتبقى برضو نازله بالمنظر ده. طيب هم خدوا الفكره دي من الماتماتكس وعملوا حاجتين، واحد منهم قال لك هاخدها انفرس ديكي واحد على، الثاني قال لك هاخدها اكسبوننشال ديكي اي اس ناقص، ادي واحد على التايم اللي هو عدد الايتريشن يعني، والثاني اي اس ناقص تي، وحط ابسو عشان تقدر تتحكم فيها بوينت 3 بوينت 2 وتعتبر زي ما انت عايز. فواحد خدها اكسبوننشال ديكي، واحد خدها انفرس ديكي، في الاخر الاثنين بيقلوا مع الوقت. طيب البيست براكتس بيدي نتائج كويسه مع مين قوي؟ بيست براكتس الناس بتستخدم 10 اس ناقص 2 10 اس ناقص 3 او بيشتغل ستيب كل 10، يعني كل 10 تبتدي يقلل شويه. دول الاثنين بيشتغلوا، وهي بتحس فرق كبير قوي بين الاثنين عندك، سواء انت شغال بدي او شغال بدي. عاوزين اوبتمايزيشن احسن. احنا شغالين اوبتمايزر مين؟ جريدنت ديسنت. او ستوكاستيك جريدنت ديسنت اللي احنا شغالين بيه. همر كده في دقيقتين على بس ناخد يعني الفكره بتاعته هيعمل ايه يعني. ما احنا طول عمرنا هنمشي عكس الجريدنت عشان اوصل للي تحت. هل كده بس ولا ممكن ازود حاجه ثانيه؟ ممكن افكر في فكره المومنتم. المومنتم بمعنى تخيل كده ده كان شكل اللوس فانكشن بتاعتك عامله زي كده. ادي مينيما لوكال مينيما، ادي لوكال مينيما ثانيه، لوكال مينيما لوكال مينيما لوكال مينيما سوري دي. هنا الجلوبال من انا اوصل لدي يبقى الايرور اقل ما يمكن. لو انت وصلت لهنا ممكن الجريدنت ديسنت، خصوصا لو السيب بتاعتك صغيره وصلت لهنا تيجي تطلع يقول لك لا انت كده بتزيد، ارجع ثاني لهنا تستك هنا او تستك هنا لوكال مينيمم. فالفكره بتاعته هو بيقول لك انا مش عاوز اعتمد على جريدينت ديسنت بس، ما تقوليش جريدينت اتجاهه بوست ولا ريجريت وامشي عكسه، اعتمد كمان على الهيستوري بتاعك. يعني واحد صادق على طول معاك، جه مره حد بلغ عنه كذبه يقول لك لا بس يا عم ده الهيستوري بتاعك بيقول له على طول صادق، ما تصدقش الكذبه بسهوله. ده هيعمل هنا كده، انت كنت هنا بيقول لك نازلين حاضر نزلت، كنت هنا نازلين حاضر، الجريدنت هنا بيقول لك انزل حاضر، الجريدنت بيقول لك انزل حاضر، الجريدنت بيقول لك اطلع. اصدقه ولا لا؟ في حاله المومنتم اللي هو القصور الذاتي زي ما بنسميه يقول لك لا كمل زي اللي فات، كانه العربيه لسه بتجري لقدام برضه مش هرجع. بس لو مرتين ثلاثه تلاقي الجريدنت بيقول لك ارجع، ابقى ارجع بقى افكر بجد كده، فهو عاوز يدخل معاه المومنتم. بص هنا كده، لو انت كنت هنا ولقيته بيقول لك ارجع اهو طلع تاني لفوق، بس فعليا ده كان حته نويز طلع لفوق كده. لو انت صدقت المومنتم كنت هتنزل تاني وهتوصل لهنا وهتكمل صح. لو انت كنت ماشي بالجريدينت يقول لك اطلع تاني هطلع تاني، فيقول لك ارجع هترجع وهتستك هنا. وبالتالي الفكره دايما كله بيدندن حواليها انا عاوز استخدم المومنتم. يعني يبقى عندي كان انا باخد جزئيتين وانا بتحرك، اتحرك عكس الجريدينت وخد معاك المومنتم في الاعتبار. تاخد المومنتم بقى بنسبه قد ايه؟ تالت بقى يعمل فيه كذا واحده، ايه ادجراد ادابتيف جريدينت، الجريدينت بتاعك نفسه بيغيره كل شويه، دخل معاه فاكتورز تانيين، ار ام اس ده تكنيك تاني، طبعا كل دول موجودين عندك في الكيرات وغيره، انك تختار بس، وبعدين بنختار حاجه اسمها ادم، يعني ما اعرفش ادم ده مين، ادم ده مش شخص. ار ام اس مثلا ده واحد تاني برضه، برضه حاطط لك بقى الفا واحد ناقص الفا والى اخره، ويقول لك لارج جريدنت يحصل ايه وسمول جريدنت يحصل ايه،
مرة ثانية أنا مهمنيش أول معادلة دلوقتي، مش هدفنا بدول، بس عاوزين نأكد إن أنا عندي أوبتمايزرز مختلفين. أدي إيه الأدابتيف مومنتوم، يعمل أدابتيشن للمومنتوم ويستلم معاه جريدينت كمان، وبالتالي هو جمع الحسنيين مع بعض. طلعت المعادلة بتاعته دي. الأدم من أحسن في البيست براكتس بقى، من أحسن الأوبتمايزر اللي بيدي نتايج كويسة، نستخدم بيه الأدم أوبتمايزر. أنا هوقف على كده عشان ما عندناش وقت نزود عن كده. كده بس احنا ايه خدنا افكار الى حد ما ممكن تحسن النتائج بتاعتك في النيورال نتورك. المطلوب مننا ايه بقى في الاساينمنت الاخراني في الجزء بتاعنا؟ مطلوب حاجه بسيطه قوي، هنستخدم نفس المينيست داتا سيت، هتقسمها زي ما قلنا جزء للتست وجزء للتريننج. التريننج بتاعك تاخد منه جزء فاليديشن، ناخد جزء منه الاكشوال تريننج للترين فعليا. بكده هبقى عندنا ثلاث حاجات في السيت بتاعتنا. هتبني سي ان ان باستخدام الكيرس، يعني المره دي هستخدم بقى حاجه جاهزه اللي هي كيرس بتاعتنا، هنبني بيها سي ان ان، هنحسب الاكيرسي، ده اللي يهمنا. يعني لما اجي اقيس النتائج اقول له اس لي الاكيرسي طلعت شكلها ايه بالنسبه للسيتس عندنا كلها. احنا عندنا من 0 الى 9، عاوزين نحسب الاكيرسي بتاعتهم ازاي. طب ايه اللي هنعمله بقى تاني؟ انا عايزك تديني اعلى افريج اكيرسي للديتا اللي عندك. تجيبها ازاي؟ try different architectures. يعني ممكن اقول مثلا والله انا هعمل convolution 2 convolution layer، بعد كده مثلا واحده layer عاديه في classification. ممكن architecture تاني لا انا هعمل 5 convolution layer architecture، هعمل الفلاتر بتاعتي 5 في 5 لا اعملها 3 في 3. طب غير اركتكتشر بهدف ان اشوف في الاخر بعد التريننج هو وصل لغايه فين. فانت ممكن تغير في الاركتكتشر. حاجه ثانيه الاوبتمايزر، اجرب 2 3 اوبتمايزر واشوف انت شكلها ايه. الحاجه الثالثه ممكن اغير في الدروب اوت، ما عملش دروب اوت خالص، اعمل دروب اوت لاير واحده، 2 دروب اوت لاير، والعب في البرامتر بتاع دروب اوت لاير. اللي انا عاوز اشوفه في الاخر عاوز اشوف ملف بي دي اف يبقى شكله شبيه بكده، مش لازم ده بالظبط لكن حاجه شبيهه بكده. هتيجي تقول والله هنا انا بتكلم على الكونفوليوشن لير، مره جربت 2 مره جربت 4 مره جربت مثلا 5، ده في الكونفوليوشن لير بس. في الاوبتمايزر مره جربت مع الاثنين دي مثلا كنت بجرب مثلا ادم، ومع الاربعه جربت برضو ادم، ومع الخمسه جربت ادم عشان اثبت يعني ده بس. مره ثانيه جربت مثلا الستوكاستيك جريدينت ديسنت مثلا مع 3 لير ومع 4 لير وات ايفر يعني. هنا دروب اوت، مره عملت دروب اوت كذا كذا كذا، ما عملتش نو ما عملتش نو وهكذا. فهنا ده اللي انا بغير فيه، وفي الاخر خلاص بتطلع لي هنا الاكيوسي قد ايه. بعد ما اخلص خلاص اقول لي بقى الكونكلوجن. الكونكلوجن بتاعك بقى بيزد على اللي انت طلعته. والله انا الكونفوشن لاير اما زادت مثلا عن 4 ما بقتش فارقه قوي مثلا، او الدروب اوت اما زاد عن كذا السيستم بدا يعك مش بدا يتحسن مثلا، او وتفضل الاوبتمايزر ادم على طول نتائجه احسن مثلا السكادي زي الديسنت وتفضل. انت وصلت لايه بيزد على الاكسس اللي انت شفتها هنا قول الكونكلوجن. فده انا عايزه زي ريبورت طبعا زائد الكود يعني.
هتحط الكود بتاعك وتحط في الريبورت، عاوز اشوف الريبورت كده محترم مش هياخد منك غلبه. انت اوريدي هتحط هتغير في الفترين ثلاثه بتوعك اللاير كان رقم 2 خليهم بقى، عملت كونفيجريشن واحد ثاني زودت لاير زياده، اد كوم رحت مزود ايه كونفيجريشن لاير زياده، وتروح ادي الكود الجديد وادي نتائجه بعد ما طلع. فانت كل شويه كده ظبط وسيبه يترين وطلع نتائج، ظبط سيبه يترين وطلع نتائج. ممكن تدخل معاك مثلا من ضمن الحاجات اللي انت بتجرب بيها هنا مثلا number of iterations. فعاوز اشوف تأثير الحاجات دي انت بتفكر ازاي. ده هيبقى عليه جزء كبير من الدرجة بتاعت اعمال السنة بتاعتكم. يعني ده كأنه بروجكت كل واحد بيعمله لوحديه. انا عارف ممكن اي حد يخش على النت ويروح جايب كود ومرمه خلاص الكود هيرمي. بس الكود مش هيعمل الكلام ده. هنا بيبان انت فاهم ولا لا. بمعنى تاني هيبان كده انت حصل لك تريننج ولا اوفر فيت؟ انت جبت حاجه جاهزه وشغلتها وخلاص؟ لا، انا عاوز يبقى حصل لك ليرنينج بجد، اتعلمت وتعرف تكونكلود وتقول فعلا احسن تجربه اخد ده مع ده مع ده بيديني احسن نتائج. وهتلاقوا بعضكم طلع نتائج احسن من بعض نتيجه ان هو اختار هايبر بارامترز مختلفه، ما كنت هايبر بارامترز بختار منهم وهكذا. ده المطلوب. الوقت بتظبطوه مع المعيد بتاعكم. بس انا تخيلي المفروض ما تاخدش منك وقت كبير لان هو البرنامج نفسه كلام فاضي. وانت في كل تعديله من دول انت بس بتزود سطر او بتغير رقم في وسط السطر بتاعك، إيه عملت دروب اوت بنسبه كام في الميه بتغير رقمها وخلاص وتسجل الاكسسي عندك. والبرنامج الكمبيوتر شغال اثناء ما انت بتعمل اي حاجه ثانيه. وبتطلع ده وتكتب له ريبورت كده لطيف يبان ان انت فاهم بجد وبتشوف بقى تاثير كل واحده من دول على حده ازاي. دي حاجه كويسه لو حد يقدر يعملها طبعا، ان بجيب الايفكت بتاع كل واحده من دول على حده مع تثبيت بقيه البارامتر. وانا بلعب في الكومبيتيشن بس تاثيره بيزيد ولا بيقل حسب كذا. بلعب في الدول بس مع ان تثبيت بقيه الحاجات بلعب في دول بس، مع ان عملت بقى كومبيليشن من احسن حاجات هنا مع هنا مع هنا الاكسس اتاثرت قد كده. ده هيبقى نتائج كويسه، اتمنى تقدروا تعملوها بالمنظر ده. اي اسئله او حاجه مش واضحه؟ يا دكتور انا عندي اسئله بس يعني بره التوبيك، يعني بره الاساينمنت شويه. ف لا، لو في محاضره النهارده الاول بعدين في محاضره النهارده لو حد عنده اسئله مش في المحاضره، قصدي في المحاضره بتاع النهارده الاول. طيب لو اي حاجه ثانيه. طب لو في محاضره النهارده دكتور، هو احنا مسموح لنا ان احنا لو حابين برضو نجرب الايكويشن بتاع الكلاسيفاير نفسها لو حابين نغيرها او حاجه؟ انهي ايكويشن؟ انا شغلت ام ان يعني في الكلاسيفاير ماشي تمام، بس مش في حاجات فانكشن معينه انا بستخدمها في الاخر زي ايه؟ زي ايه؟ لا ثانيه دكتوره مش فاكره، بس هي في حاجات بستخدمها كده لما باجي اعمل الكلاسيفاير بتاعي نفسه في الاخر يعني. لا ايوه صح، في ان ان مش نيورال نتورك. خلاص تمام. طب ماشي تمام. حد عنده اسئله تاني في محاضره النهارده؟ طيب طالما ما فيش ديوك، لو حد عنده اسئله في اللي قبل كده. اتفضلي. انا عندي دكتور اسئله في اللي قبل كده. قولي. في الفلترز مثلا يا دكتور، لما حضرتك كنت بتشرح في محاضره السي ان ان ايوه، وكتبت فلتر اللي هو 1 1 1 0 0 0 1 1 1. اوكي ايوه، هو الفلتر ده يا دكتور بتاع ايه اصلا؟ يعني وظيفته بيعمل ايه؟ بصي هجاوبك اجابه شورت، مش فارق معايا انا مش بتاع ايمج بروسيسنج دلوقتي. انا في الاخر الفلتر ده هيطلع لي اوتوماتيك. انا كنت بضربه بس كمثل، هو يقول الفلتر ده بيطلع حاجه، هو فعليا بيطلع ايدجز، بس ده مش هدفنا. انا مش عاوز اتعلم الفلتر ده بيطلع ايه، لان انا ما بعملش هاند كرافت فيتشر. لكن لو رحت على الكتب بقى جونزاليس ولا حاجه في الايمج بروسيسنج هتلاقي كل الفلاتر دي، وكل واحد بيديتكت خط افقي، لا خط راسي، لا خط مايل، كل الكلام ده هتلاقيه موجود في الايمج بروسيسنج. بس انا مش عاوز اتطرق لها لان انا مش عاوز اعتمد على ده اساسا. انا كل اللي بقوله بدل ما انت بتختار فلتر بيتكت حاجه معينه، لا هو هيطلع اوتوماتيك لوحده بيزع البروبلم بتاعتي والتريننج ديتا اللي عندي. ده كان الهدف منها ساعتها يعني. عشان كده احنا مرينا بسرعه ما قدرناش نقول هيشتغل ازاي وبالتالي هيديتكت ايه يعني. لكن هو فعلا بيتكت بقى الحاجات يعني ايه هيطلع؟ يعني ايه هيطلع اوتوماتيك يا دكتور؟ يعني انا هدي ال ال
الموديل بتاعي كده وخلاص يعني، هو يعني لا لا لا، ده في حاجة يعني هو تانية. انا لما اجي ادي انا الموديل بديله الفلاتر كلها ارقام راندوم، ما بديلوش حاجه يعني. اول ما بيبدا كل الفلترز واخده ارقام ويتس راندوم، مش واحد 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 زيرو 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 كده خالص. ومع الوقت هي بيحصل لها تريننج، لان دي احد الويتس اللي عندنا، وبالتالي هتتظبط وتطلع بنتيجه لوحدها. معايا؟ الو؟ الو سامعني؟ دكتور واحنا سامعين حضرتك. واضح ان هي الكونكشن قطعت عندها هي. تمام. اه تقريبا. طب بس اللي انا بس باكد عليه تاني، انا ما بديش ارقام من عندي في الفلترز خالص. احنا بنقول كله راندوم زي النيورال نفسها، ما انا بدي كل الويتس راندوم في النيورال، والفلتر كلها راندوم برضه، لانها في الاخر بتتحول الى نيورالز، وكله بيحصل له تريننج اثناء التريننج، الفول تريننج يعني ام تو اند، من ساعه ما ندخل الانبوت لغايه ما نشوف اللوست قد ايه. تمام. دكتور ايوه يا انا اسفه جدا، معلش لا ولا يهمك. معلش طيب، فاللي بقوله تاني التفاصيل. انا ما فيش اي ويت من عندي، انا بحط كله راندوم، زي ما بحط الويت بتاع النيورال نتورك الجزء الكلاسيفاير ده راندوم فولي كونكتد راندوم، زي ما بحط الارقام اللي جوه الفلاتر كلها راندوم، وهي بتتظبط وتتحسن اوتوماتيك اثناء التريننج، لكن انا ما بديش فلتر بايدي خالص. تمام بس كده. طيب يا دكتور معلش، في ال كنت أسأل حضرتك على حاجة تانية في ال augmentation. النقطة اللي حضرتك اتكلمت عنها في ال augmentation بالنسبة لل text أو حاجة، بشكل عام يعني، هو ال augmentation ده يا دكتور أنا لما باجي أزود بزود في data تبقى through data ولا تبقى noise؟ يعني مين الأحسن؟ لا ما انت لازم تزودي الاثنين، يعني مش معقول ازودي كله ترو داتا يبقى السيستم ما يتعلمش النويزي داتا، ده انت ساعتها كده بتلخبطي السيستم، بتقول بص طول عمر الدنيا سموث وكلير ونظيفه، فجاه بقى بنيجي للريال بروبلم عند الزبون في نويزي داتا يتلخبط. لا وانا بعلمه بعلمه على الاثنين، شوف ده وشوف ده. فلو هو اوجمنت برضه لازم افضل احط كده وكده، ده الاوجمنتيشن بعمل اكتر فيها نويز. يعني اما انا عملت اوجمنتيشن عملت كروبنج من اليمين من الشمال، لعبت في الكونتراست، ده انا بقول له عشان لو جات لك حاجه كروب تعرف برضه ان هي قطه، لو جات لك حاجه بهتانه شويه تعرف برضو ان ده كان صوره قلم، وهكذا. فده الهدف من الاوجمنتيشن. طيب حاجه كمان يا دكتور، انا ما فهمتش الحته بتاعه الدروب اوت لما كنت حضرتك بتتكلم عليها النهارده برضو، انه ازاي يعني ازاي بعد كده ان انا طب يعني بعمله بعد كده في الموديل الاصلي بسيبه زي ما هو. هو دروب اوت ده دكتور انا متخيله ان هو مثلا بيعرفه عن طريق انه اكيد لما بيجي يعمل مثلا ديفرنشيشن بيلاقيه يعني بيلاقيه مش بيتاثر مثلا، يعني انا مثلا في الدروب اوت مش هلاقي اي معدل تغير للويست اللي هي جايه لي من نيورونز معينه، فعشان كده بعمل لها دروب. لا بص في دروب اوت اللي بيحصل ايه؟ الله ايه؟ لا دلوقتي ادي انا عندي ويتس على كل الكونكشنز دول كويس؟ كلهم عليهم ارقام فعليا من التريننج، هعمل دروب اوت لكل دول. دروب اوت لكل دول يعني هاجي على النيورون دي ما اقعدش اعمل بقى سميشن وعادي اكتيفيشن ولا حاجه زي كده خالص، هقول له اللي خرج من دي قيمته صفر. قيمته صفر يبقى كان وات ايفر الويت اللي هنا كان بيتضرب في صفر وخلاص مش مقصر. هاجي على دي اقول هي بتخرج صفر، يعني لا زال الويت ده موجود عندي، بس طالما خارج من هنا صفر ما اثرش معايا في حاجه في الحسابات اللي هنا، واللي خارج من هنا برضو صفر يضرب في الويت ده مش هياثر، اللي خارج من هنا هسيبه يتحسب عادي بالسميشن و الى اخره. فساعتها اللي هيتاثر هنا نتيجه الويت اللي هنا بس، وانا ما جايب الراجع بقى ده اللي هيزيد ايه يابديت معايا، لان ده اللي هيبقى مأثر معايا. ساعتها النص هيعلى لان طبعا ده كان نايم خالص، هيقوم بقى يبتدي يحسن في الابديت بتاع الويت اللي هنا وكده. لان ساعتها بص لما نيجي نعمل كده هتلاقي بس اللي فاضل عندي هو ده وهو ده، هيضطروا دول يشتغلوا بقى كويس عشان يحسنوا الايرور اللي عندنا، دول ما كانوش بيحسنوا كويس قبل كده، كانوا معتمدين على اللي جنبيهم، دلوقتي هيضطروا يعدوا نفسهم. لكن بعد كده هرجع تاني هتبقى النتورك دي كلها شغاله كلها عليها ويت، بس الفكره بقى ان انا نشطت الويت اللي هنا شويه، نشطت الويت ده شويه اما نيمت اللي جنبيه دول. لكن الموديل النهائي هيبقى عندي كل دول بكل الويت الموجوده عليه.
فدي الفكرة بتاعت الدروب اوت. لكن يعني مش يعني بنبتدي بيها راندوم الاول كده يعني، يعني مش هو بيختارها راندوم وبيسالك احيانا في بعض الحاجات انت عاوز تختار الدروب اوت بيزد على ايه؟ هل بيزد على ويتس معينه أيوة. موجوده ولا عاوز تختارها راندوم حسب ما انت عايزه؟ ده يعني ده ريسيرش لوحده. يعني انا بتخيل مثلا يا دكتور، ايوه انا بتخيل مثلا ان احنا لو جربنا كذا ايبوك ورا بعض مثلا ولقينا ان في نيورونز فعلا مش يعني مش مؤثره للضرر، يعني بتتعرف اكيد من الديفرنشيشن والباك بروباجيشن ان هو خلاص يعني ما فيش معدل تغير فخلاص يعني. فانا يعني انا كنت فاكره انها بتعمل على اساس علمي يعني. ما هو في كده وفي كده، واحيانا اللي مش علمي بيطلع احسن اللي هو الهيوريستيك، لان انا بديله نويز، لان انا فعليا اللي هروح له بعد كده انفايرمنت مختلف تماما ونويزي وبتاع، فمش ضامن ايه اللي بيحصل هناك. فانا احيانا بضربه على شويه حاجات نويزي، ادخل شويه نويز معايا راندوم نويز كده بتحسن في النتائج. لكن وارد كلامك صح طبعا، انا اقول والله مين اللي ما تاثرش قوي في الويتس دول، ما تعالى نحركه شويه، اقفل على اللي جنبيه عشان ده يتحرك زياده شويه. طبعا ده وارد، في ناس بيعملوا كده، وفي افكار كتيره طبعا في الدروب اوت. احنا بس عشان يا دوبك وقتنا ضيق في الكورس، فبنقول يعني في حاجه اسمها دروب اوت فكرتها الرئيسيه كده. عاوزين نخش ان ديب، ممكن بقى في ناس شغاله تعمل بحثها كله في الدروب اوت، اختاره ازاي واحسن نسب قد ايه واختار انهي نيورونز و الى اخره بس كده. دكتور معلش، الحاجه اللي انا ما كنتش عارفه اسال حضرتك فيها هو الاكتيفيشن. ايون الاكتيفيشن حضرتك قلت ايه في الاساينمنت بتاعنا؟ هتبقى ايه السوفت ماكس ولا تكون ال السوفت ماكس تكون ايه بالظبط؟ في اخر واحده لو انت عايز تعمل سوفت ماكس في اخر واحده، لكن انا بتكلم على الباقيين كلهم. ممكن احط ادم اوبتمايزر، احط جريد ديسنت، سكات جريد ديسنت، ار ام اس. الاكتيفيشن كده احنا مرينا على اساميها بس كده، وقلنا يدخل معاها المومنتم، يعني ادابتيف مومنتم اللي هو الادم. ففي هتلاقوا اوبتمايزرز موجوده عندكم في الليسته بتاعت الكيرة. ممكن نجرب بعض الحاجات المشهوره منها، تشوف تاثيرها ايه بالنسبه للمساله بتاعتكم، هل هيفرق ولا لا. طب دكتور معلش، ممكن توصلنا بس المعيدين اللي هم يعملوا يعني يخلوهم كرمة معانا في الوقت بس شويه؟ بص انتوا شغلتكم مع المعيدين، يعني المعيد هو اللي بيتعامل معاكم، فهو عارف هو لا لا دكتور امتى. لا البركه في حضرتك يا دكتور. لا صدرك. لا انا الكلمه اللي قلتها من شويه، ان الكلام ده انا بالنسبه لي المفروض ما ياخدش وقت، لان ده في الاخر هتعدي حبه صغيرين، ابني اول موديل بس، بعد كده كل ما ازود سطر عشان ازود لاير هزود سطر، هكوبي اللاير اللي فوق في لاير ثانيه تحت، يبقى زودت كومبريشن لاير زياده. إيه عاوز اغير رقم الفلتر 3 فلتر اخليه 5 في 5، طب اغير جوه السطر ده الفلتر كام في كام؟ هي هتاخد وقت للكمبيوتر ان هو بيترين، لكن انا بالنسبه لي كشغل لا ما تاخدش وقت. وفي الاخر عندي ورقه على جنب كده اللي هو الجدول ده، عمال كل ساعتين كده الكمبيوتر يظبط ان انا خلصت تريننج، اروح اشوف الاكيورسي واكتب البارامترز كانت عندها ايه، واملى الجدول ده، بعدها ساعه زمن اقعد اكتب الكونكلوجن بتاعي اللي انا شفته من الجدول ده، ايه احسن حاجه مع ايه، مين بيأثر في ايه عندي، كل الكلام طبعا هيكون بالنسبه للمينس داتا سيت تحديدا يعني. طب يا دكتور خليني اقول لحضرتك ان الموضوع مش حته يعني سطر وهغير فيه، يعني لو الواحد مثلا حابب ان هو يعني يقرا اكتر في الموضوع عشان يعني يحاول ان هو يعمل حاجه احسن يعني. تيجي من ورا المعيد، انا اللي عايزهم هم دول. فانت ظبطي دول عشان تدي المعيد زي حضرتك كل مره. بعد المعيد بقى براحتك. ايوه ما انا بتكلم على كده. لا ما انا مش عاوزك تزودي عن دول حاليا وتطلعي النتائج. يعني خلصي دول في الوقت المحدد المعيد هيقول لك عليه اتس اوكي. عاوزه بقى تزودي بعد كده وتعملي حاجه ثانيه تعلمي اكتر مفيش مشكله، لكن على الاقل الحاجات الاساسيه احنا عارفينها دول، احنا عارفين ان في دروب اوت، عارفين اوبتمايزر، الليرنينج ريت، كل ده بارامترز كلام فاضي بتتغير في نفس السطور بتاعه الكود يعني مش هتاثر كتير. اللي هيحصل معاكم سنه بس لو حد اللابتوب بتاعه قديم سنه، فيعني ساعتها ممكن يحاول يقلل شويه في عدد التريننج سامبلز يعني لو حس ان هو الكمبيوتر بطيء بزياده شويتين يعني. لكن الوارد ان انا اشغله الصبح اقوم بس بعد خمس ساعات يكون طالع نتيجه. عمل تريننج كويس بعد التريننج اتريشن كتيره وكده يعني. سالتوا شغلتكم مع المعيدين. ماشي بس يعني برضه يا دكتور حضرتك يعني يعني معلش برضه يعني حضرتك تواجد معانا في مع المعيدين بالذات يعني. لا توبه، جربت مره من كام سنه وبطلت. انتوا منكم للمعيدين، انا في الاخر باخد درجات المعيدين وبنورمالايز بقى انجاز التعليم.
في معيد مشده ومعيد ايده ومبحبحه قوي وبتاع، بنورمالايز بقى الدرجات بتاع المعيدين اللي جنبه فاهم وبتاع الكلام ده، بس حاجه جلوبال على الكل، لكن مش بتبقى تسمع المعيدين ما انا معيد ده عمل كذا المعيد ده ما طلبش كذا، انتوا بتظبطوا مع المعيد وانا باخد واظبط منهم كلهم بنورمالايز في الاخر يعني. طيب خلاص خير ان شاء الله ده في السنه اللي فاتت يعني. تمام اوكي ماشي بس ماشي يا دكتور شكرا دكتور. اوكي عفوا عفوا. اي اسئله ثانيه؟ غالبا دكتور معتز اعتقد هيبدا معاكم بعد العيد، لان طبعا الاسبوع الجاي هيبقى العيد يعني، فما اعتقدش هيلحق يبدا يعني. انا هاكد عليه برضو بحيث يدخل معاكم بعد العيد وهيظبط معاكم يعني، تابعوا على البلاك بورد، هل هو هيدخل على البلاك بورد نفسها؟ هيعمل زيه ويدخل على جوجل ميت؟ لو انتوا حابين تقولوا له حاجه، انا عن نفسي بحس ان جوجل ميت بالنسبه لي اسهل من البلاك بورد ويعني فليكسبل اكتر يعني، وما بيقطعش واسرع وكده، لكن طبعا دكتور معتز حسب ما هو يحب يعني. حاولوا بقى تابعوا مع المعيدين، بلغوا زمايلكم برضو بالحاجات، وانا ان شاء الله هرفع لكم اخر محاضره على البلاك بورد عشان تبقوا شايفينها، وربنا يعمل لكم الخير ان شاء الله. بالتوفيق. كل سنه وحضرتك طيب يا دكتور. وانتوا طيبين وانتوا حضرتك طيبين. اتفضل. Thank you.